جميل استاذ. بالنسبه الى بغينا نرجع شويه للمرحله ديال المقاومه اللي هضرتي عليها في الاول، كنت ناقشتي بان كاين واحد العدد ديال شهود عيان ديال الاسره ديالك، يعني كانوا من الشهداء ديال ثلاثه شهداء. نعم، اذا بين قوسين كاين واحد المرحله ديال يعني هامه في تاريخ المغرب، هي المرحله ديال المقاومه. شنو يمكن تقول علينا في المنطقه ديالكم؟ المنطقه ديال الوغرس، الاسماء اللي كتعرفها انها كانت من الاسماء اللي عندها باع في المقاومه، اسماء اللي خدات حقها، اسماء اللي ما خداتش حقها، الحاله العامه يعني في المغرب كيفاش كانت، وفي الشمال الفتره التاريخيه صعبه كانت في تاريخ البلد وتاريخ المغرب كله، وطبعا شمال الجنوب المغرب. ديك الفتره الاولى كانت الفتره الاولى كتسمى الفتره الصعيبه، مع الصعيبه ان المستبع ديالنا كان المستعمر القبلي، وكان صراع قبلي حول المراعي بحد ذاته. المرحلة التاريخية اللي كتهضر عليها دابا؟ ما بين 1965 إلى 1920. أي قبل الحماية في 5 أو 6 سنوات، لأن كان سبقتها مقدمات، وبعد الحماية اللي استمرت المقاومة تقريبا أكثر من 12 عام، ما قدروش يحضروا المقاومة مسلحة كانت عنيفة. مسلحة أي كانت مسلحة. وكان ولكن في نفس الوقت هناك بعض السلبيات، اي ان ديك القبائل ما كانتش متجانسه فيما بينها، دائما ديك الصراعات على المراعي على الحدود، حد كاع في وادي ديال القبائل ديال جهدي. اذا فالحركه مضطرده بعض الشيء. ولكن لما وقع الاحتلال الاسباني او بدايه الاحتلال تقريبا كلشي انخرط في المقاومه. وان عندي الروايه الشفويه، هذه ربما من الاشياء اللي كنت كان فيه ذاك الفضول العلمي، كنشوف شي واحد يحضر شي مقاومه كنبقى نسولو نعطي الاعتبار ديالو كيقول لي بعض الحقائق. وفعلا من خلال الروايه الشفويه فعلا ان هذيك المنطقه كرفط، وخصوصا الصخره اللي ينتمي لها، باعتراف الجميع باحتفظ الارشيف الاسباني، ان اصعب القبائل واعتقد القبائل في المقاومه كانوا من كرفط، خصوصا الصخره لدرجه خدين واحد المثل الشعبي عندكم كداو الجبل كيقولوا رجلات الناس والصخر كثار. معنى هذا المشهد. ثاني وقعت معارك، معارك مشهور ديك المنطقة. المعركة الأولى ما بين 1912-13، واحد المعركة معركة الربطة قريبا ريسانة، كان فوتو مقرول تم الربطة، وقعت معركة كبيرة. عاودت المعركة الثانية كان مقاوم فيها تعمهات ولا شباب، معركة أولف. ولكن ديك المستشفى حدا السيد الكرفط كاين باقي ديك الاثار ديالو، ووقعت مقاوم، وكان غنائم حرب كانوا لما كيقتلوا ذوك الجنود الاسبان كدير لهم الكراي ديالهم الخرزه ديالهم، معظم السلاح كانوا غنائم حرب. فهمتي المعركه الكبرى شكون كان كيقود هاد المعركه؟ قبل سيد دابا هي على مراحل. المرحله الاولى كانوا الاعيان، كل شهر عنده واحد اللي كيتكلم بهم. حنا مثلا تصدينا كنكلم جاهد المقاومين، واحد يقول له هو جواري، يقول له الحاج معلي، الشيخ المعلي، الحاج المعلي، المعلي، ثم في يقولوا لنا في الهره هما القبائل الكبارين، هما الفرق الكبارين، السرق يقولوا بنطامه باباهم، هو اللي مكلم بالمجاهدين المقاومه في الخطوط، وانضم لهم المساعده انا وهذا. هادو كان واحد يقول عيد الخمال، عيد الخمام. لكن مع المدة طورت الأمور، لما انتصر عبد الكريم الخطابي قبل ما يبدا عبد الكريم الخطابي، انضمت المقاومة، كان الريسوني وقعدوا صراع مع كرفط، هذا كي كيقود المقاومة الريسوني هو غير نصب نفسو الزعيم ديال الزعيم هو القبع على القبض، داوه المغادر يعني صويرة، من بعد تشفعوا في الزاوية الريسونية، عاود طلقوهم، من بعد رجع الفتنة بحال السلطان مولاي عبد الحفيظ، ونصب راسو طرس، لا ماشي على مولاي عبد الحفيظ، يعني السلاطين، بعد علاش فعلوا فقالوا بأن الطرس، لا الزر، لا الريسوني، الريسوني هو الزاوية الريسونية اللي بزرهون، اللي بتزروت، مولاي عبد السلام. ذوك الشهور العشرة في الريسونيين صحاب الزاوية مشاو تانا نفاس، واتصلوا بالسلطان مولاي عبد العزيز وقالوا له يا ودي شفعوا له ما بقيتش، قالوا له عهد لي ما بغيتش يرجع، انتوما الشرطة وحنا الشرطة وحنا بيناتنا في حالو، انا ما نقدرش نرد الكلام ديالكم، ولكن هو فتان بغى يتمرد على السلطة.
حتى الوثائق الأجنبية أستاذ تقول أن الطريس هو اللي تشفع على شو الطريس؟ لا ولا كاع الخاص الطريس تان العواقير يكون جدو اللي حضر ديك مصاب الزلزال خاطر لو خاصك تدخل لا اللي تشفع نجو الزاوية الريسونية أشراف ريسونية أشراف لأنه كان تمين العائلة الريسونية والزاوية الأصلية ما كان زي معروف تزرز مبدارع في دور العمارة وكل شيء من بعد لما عزلوا السلطان عبد العزيز ديك المعركه ديال وتامه بانه عارف بعد البلاد ديك المطار الجزائر الخضراء من الذين الوفد المغربي اللي مشى هذا الوزير محمد طرس وبرقاش وهذا شغل لا 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 عنده سميه اليوم واحد المقري المقري كان وسط اعظم بعد بوحمد لما مشيت هذا جاء واحد صحفي لبناني كان عنده جريدة في طنجة وكان فرنسا اللي جابته تما في البلاد استقلوا الوفد كي جاء من المفاوضات من الريحاني لا 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 مشي المقري 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 لا 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 اللبناني اللبناني لا مشي من الريحاني جنب بعد لا هذا ما عرفتش اسمه هو لا مشي حتى ارسل هذاك درزي واخا لا واحد لبناني عنده الدار كان سابو فرنسا وكان هو هو هذا ما عرفتش اسميه ديالو بكري قبل من هاد اللي كتقول انت كان باقي عبد العز من بعد لما جا ذاك اللبناني سال المقري قال له ودي قلنا شنو القرارات اللي اتخذت سقوله جا ذاك المقري دار ذاك الصحابي قال له انا ما نتكلمش في السياسه جا هو دار فنسولك على دواقيق الوضوء قال له دابا السياسه ما سولتش من بعد مشى عند الوجه الحاج محمد طريس وهو جدو ديال عبد الخالق طريس حتى هو كان من الوفد وهو الاصل مفدشكين واحد من فراطه حتى طريس كلمه اجنبي على محل قال له واخا قل لي انت لما امتنع المقري من الحقوق قل لي انت اش قال له هو قال له سيدي كل شيء براس المقري غاشي يجي حتى اصبح حد مثلا يضرب شي واحد من كيسال بزاف كل شيء براس المقري براس المقري خلينا في جو المعارك يا استاذ واخا زيد قضيه المعارك وعدسه حتى هي من اكبر المعارك الكبرى هنا في الحاله هذه شكون كيتراس المجاهدين نبار عبد الكريم الخطابي وكانوا بيعوا عبد الكريم الخطابي وفيسون يقرعوا على القبر وولد القائد ديالو احمد الزخير او يسموه المنتظر وانضموا بعضيتهم وكلف واحد العالم عندنا احنا مشهور تما في الصخره يقولوا في ابن عياد وكان يكلم بالمجاهدين وكان يكلف حتى بديك لما كيجيو النصارى يفديو العائلات ديالهم كتجي بعض الاسر كتجي العائلات ونكلم الميزانيه ديالهم وكان واحد قايل نكلم الطالب واحد كان خطابي يقول له ولد الطالب الشوني اصلا منشومات هادو هما جوج اللي كانوا مزعمين المقاومه قبيله السلام النهائي في الصغر هذه كانت اخر المعارك تاريخ ديال الاستسلام تاريخ الاستسلام ديال هذا 1926 26 اظن 27 26 ولا 27 موراهم لما ساق الصحبي ان هذا احمد الزخير واخا كيبقى كيجاهد ما سمو العرسان هو جمع المجاهدين وندابا لمسي المول العرسان يقولوا هذيك المقبره المجاهدين وخصص احمد الخطابي القائد اللي كان مع الريسوني وبايع احمد الخطابي وكان عنده هذا احمد وزهريرو الاصيل المنتظر حب بدا استاذ لو تذكرنا بعض الاسماء ديال المقاومين اللي المقاومين انا قلت لك المجاهدين المقاومين كانوا ثاني ما كيسجلوش مع الاسماء اصلا ما كاينش انا قلت لك ثلاثه من العائله ديال اللي دار شي عائله عطاني شي اسماء الجباري حنا نكملوا لا واحد بنطامة قلت شي بنطامة لا بنطامة ما قاومش كيت اصلا المستشهدين في المقاومه المستشهدين في المقاومه مستشهدوا او ما استشهدوش المقاومه كانوا اللي متزعمين المقاومه عندنا حنايا اللي مكلب شؤون المقاومه في المرحله الاولى المستعمر هو واحد يقول حاج المعلي عندنا من الصخرة حاج المعلي الجباري واللي كيتزعم المقاومين لهرة دابا هما من كرفط انقسموا الى عاود فيرا لهرة هو بنطامة كبير باباهم ديال هادو ديال بنطامة العربي هي سرقة وما سرقة واللي كان تزعم المقاومة في خطط هو ماشي خطط خطط وزيد لهاديك الخمال العمراني اي شي حاجه خمال العمراني خمال هذو اللي كانوا هادي من بعد جا تقي بن عياد عبد الكريم
واحد يقول الطالب الشاوني هم اللي زعموا المقاومة كاملين وتخلفوا سلسلة الأسرة، بل هم اللي تقاموا تبادل الأسرة، وبعض أنه جات قوة من الريف على يد عبد الخطم وداو الأسرة الوزيري الله يحمسك يقول خلي جاو الوفاء، وكان عندنا موجود هنا في جنان الغابة أسرى الإسبان بعد ما عرفوا هذا الصح، داهم نجدير. شنو كيحتفظ الذاكرة الشعبية على بعض اللقطات اللي وقعت في هذه المعارك؟ يعني شي حوايج اللي تستحق ان الانسان اللي غنقول لك انا واحد الروايه اسمها ديك الفداء وديك البطوله، قال لها واحد يقول بن عيشه وكان مع كبار المقاومين وجعنا لنا واحد النهار غدينا وقلت له قل لي بالضبط شنو قال، حكى لي واحد الحكايه هو كان فيه قال له كانوا الاسوان فاو رموت واحد الله يقول القبه فتوت واحد الصخر كان بغي يبنيو شي مركز شي خسلة وجا واحد البطايون مولف قال واحد 500 العسكر تمك هذيك البطايون قال له عندهم كان عندهم الاسبان واحد النظام كيجي القائد كيجي هو الاول في دو السيف هذا وكيجي واحد الواحد كيبقى هو الاخر اللي جات الدباس اللي هرب وجا كيقصو باش وحده ما تجيش اما تقاوم اما تقتحم واما الموت محقق قال له الماء سخون نصحنا عندهم هذا النظام هذا شنو قسمنا لنا جوج الفيران كنا طلبينا وهم لنا شي 10 ناس خمسه ديرناهم في الاول وخمسه في الاخر وحنا كنصدهم من البري مزه كنصدوا ديك القافله صيفطوني انا قالوا سيت انت واحد الشجره البريه في الطريق اللوطه ديالنا هاد من عيشه قالوا سيت وجلست تما كنراقبهم ولما جي يتواصلوا معانا غتحاول كبسيتي تجي وخبرنا بس مع الفرقه غادي هاجم قدامني قال لي فعلا جاو وقال لي جا واحد الجوج وعندهم شي قراعي تما قلنا كيفاش في الاسبانيول دخلوا تحت ديك الشجره وكيتهيبوا قال لهم كنا عايلين وعايلين حدا شوي كنت مشيت فيها ديك الشجره قال لك من بعد خليت معاهم مشاو ديك الجوج وعاد جايين بطايون وراهم جيت كنجيت عند ديك الفرقه ديك المجموعه اللي خليت قال لهم راهم قربوا قال كيراقبوهم كيقول يلا هجوا على زايد خينا قال لي انا وديك المجموعه اللي تكلفنا بالقتل القائد اللي كيسوق البطايون قالوا ديك المجموعه الثانيه تكلفوا بقتل ديك الاخرين قائد المؤخره قائد المؤخره قال لي لما قفتنا هذا وهذا الاخرين كانوا يستسلموا بحال السرعه قال لي قتل الاول وقتل الاخر هو هذا بحال جات تما جبنا العصر جبنا من جنب الغابه المسكين ما عندهم ما عندهمش الجوع قال لهم كي كيديروا لهم بعض المرات كيجيو طائرات هنا من العوامره طائره اسبانيه كتجيب المؤونه كتسيب الكومير باقي سخون والكارموس وفي ديك الاسرى في جنة الغابة اش كيديروا كيديروا من النص ديك الشيء شي كان هذا البطايون كان فيه 500 جندي تقريبا هذاك احسن تقدير واللي تعرضوا لهم كانوا 10 بهم 10 فقط ملحمة كل زعما احسن ما قال لي الراوي العزاز الراوي على ما حد كوقع هي كالمعركة وهذيك يقولوا لها المعركة بالرابطة مشهورة هذه اه معركة بالرابطة جاو من الرابطة من تمايا واحد المنطقة في الرابطة كان ماشي تاجين من القبة حسب ما كيقول والمعركة الأخرى الكبرى معركة واد الساق هذيك معركة واد الساق كانت ضمنوا فيها القبائل التقبيلة بني عروس وبني يوسف ثلاثة قبائل ضمنوا وداروا المقاومة لا بالدار زعوا إلى بني عروس وبني يوسف وسومتة وبني غفرت أربع قبائل وتعرضوا للبطايون الكبير في واد الساق فوق سيدي هدي كانوا طالعين جات خميس نعرس تما سيت كلهم سافر ايام يجاوبوا كانت تحت السيطرة بعد الاسبانية ولا كانت باقا لا باقا نعاد كي يبسطوا السيطرة دابا قافلة عسكرية ضخمة جات هنا من العرايش طلعت على عياشة من تما غيزيدوا شوية بالبهايين ولا باش يشدوا من نعرس ما تكرتش التاريخ بالضبط التاريخ لا ما نقدرش نقول لك نزلت لك التاريخ هذه علوية الشفوية ديال الجماعة ماشي وثيقه مكتوبه واخا غير واحد السؤال في نفس السياق لان ذكرتي الذاكره الشعبيه ولا الروايه الشفويه وداك الشيء المساله واش كاينه شي وثائق حصلتي عليها ولا مما يكسبوا لا دائما ان هذه المعارك الكبرى واللي كانت مصيريه لم توثق ولا وثق شي واحد يدو ديك الوثيقه ضاعت هذا وادا ساق خاصه وادا ساق ما تسجلتش وادا ساق مشهوره معركه كبرى كانت كان جوج المعارك الكبرى اللي بصح مشاو فيها الاسبانيول ولا هذاك عنوان عندك معركه وراسه معركه اخرى هذيك توثقت ديال ما بين الشاون وتطوان ديال
لابراني حسن باقي دابا واحد نصف تلكاري عدو زمين هدون تسارات المقاومين المغاربة ايه في البداية للمقاومة واخا إلا بغينا نعكسوا الصورة دابا نقولوا المعارك اللي انكسروا فيها المغاربة المغاربة سبب الانكسار ديالهم ولا ضحمت تقوم حتى كتفوا فرضوا وما انهم لما جاو نولب سيطروا على المنطقة وجابوا المدافع الثقيلة وتقولوا لا بداوا كيقصفوا بالمدافع بجمدوا حسين لنا كان نقاط هذا كانت نسقول من مدفعه من جنوب حسين مشي عنا من مدود واحد اللمبة باش يزل تمن التاور ديالو دار واحد المنطقة هرسوش كذلك ايضا ان ما بقاش وقال 6 سنين ما كيقدروش يحطوا الحظ على الوطا ديالهم عيشوا في واحد الحركة يقصفوا من المدفع مولف حصار إذن ذلك الحصار هو اللي من الهزيمة هي المجاعة قلت السنين في الآخر وقال الناس ما يجوزوا سماء هذا هو العمدية ثانيا السلاح السلاح الآخر عنده السلاح متطور من المجمع ديالو بالرسم هذو كانوا مخير فيهم كان عندهم مكاح فقط كيجي البارود طرطرا هذاك السلاح كان متخلف الغارات الجوية والطيران أو الطيران كنا ننطلق من نوع عملة الوامرة هذا كان مطار عسكري يقول سمين الماء كان كيحكونا كيجوا مرة مرة كيشبوا عليهم تزق طائر باقي الطائر عنده زيك زيحهم ضولي من جملة واحد الواحد المسكين عندنا في الصال كيقولوا المزوري المزوري كيعمل دراز لما شاف ديك الطائرة ماشي احنا عندنا واحد حروي بس ما نقولوا شنو الغابة ياخذ كيشوا جاي من الهزيل ها طا 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 كيهرب هرب هرب كيدخلوا بديك الغيرة وديك البري كيتخبى حتى كدوز ديك الطائرة وانا منسي شفت البومبات البقايا ديال البومبات في الغرسه ديالنا والرصاص البقايا ديك الطائرات ديال بكي كتقصوا بها هذاك من المسكين ديك المزوري لما شاف الطائرات مزيان بغى يهرب لما يهرب تخبلات له في يدو ديك المرمات ديك الطعمه ديك الخيوط حصل لما حصل بقى كان هذا ما جا في فوق ومشى لواحد البريه ما شفت هذا هو مشى لديك البريه بقى قد نضى ويطيح له واحد البومبه مسكين جمعوا فلسس لما جمعوا شغل مشاو يدفنوه لما يجمعوا ماشي مع الطيارة وماشي ديك الجوج شنو عملوا نهار وخمروا وقصفوا المسكين هذا عاودوا دابا بقى الحفرة كبيرة ضربوه حي وضربوه ميت شنو سمعت هذا الشاهد المسكين؟ مزوري كيقولوا مزوري عندنا كيعمل الدراس كيعمل الحكاية تكون عندكم في البلاد؟ عندنا صحاب الصخرة الدورة ديالنا والقبر ديالو دابا بقى الحفرة به المقبرة هو صفطات عندنا صوت واحد راشيشي توزع لي هاد الكامل ديالو الاسم ديال المزوري شنو لا واحد عليا المزوري وصافي انا ما هذا شي بالقول المزوري كان دراس دافين صافا الجشر اي اش الشرق يقول الجشر بغيت ندير شي حاجه في المرحله المقاومه ولا ندخلوا لا لا ما هذه باختصار معالمي خواطر معالم نقول هو المقاومه مهمه هي جد مهمه بالغ المسائل اهم المعارك اللي قلت لكم فهمتي شي وكان من الناس منهم حضروا ديك المعركة الفاصلة ديال عبد الكريم الخطابي اللي وقعت ما في غزاوة مشاو متطوعين وجاو كيحكيو الألوان ماشي ألوان الثانية لما خلينا عند الشيخ القرصي عنده واحد العيطة وكيقولوا جبل المخرم قالوا تبتق البارود في العقبة غزاوة معزو علينا الموتى ما مزارح الدواء كيقصدوا بها المعركة اللي وقعت فاصلة كان جيش فرنسي بعد المارشال اليوتوبيا والجيش الإسباني كان بريمو دي ريبيرا وفرانكو اي كولوني كان ديك الوقت وطاكروا عليهم وعبد الكريم الخطابي طوطال كان عند مقلو عنده 50,000 متطوع وفرنسا جابوا 200,000 ديال الجيش منهم السنغاليين والمرتزقه على فريقها واسبانيا جابوا 120,000 المره الثانيه بعد انوي وتما قصفوا بنيتوزين واحد المنطقه في الريف بيت كيماوي جابوا الاسلحه الكيماويه من المانيا ركبوها فملي يوم اللي هما قالوا الامير راه قالنا بدا كيضربونا بالسم ما عارفوش يعرفوا لي قالوا وقف هو اللي طلب التوقيف باش حفر على الارواح لان ما بقى يضربوا الكيماوي معنا غتولي اباده جماعيه هنا رجعوا مساكن ديك درفطة هنا سلموا ديال الامر ديال تاخذوا وثيقه امان و ايه او جاو وصيفطوا لهم القياد والباشا هذا منهم بن طما ولد هذا اللي المقاومين واحد يقول الشيخ الحاج المدني الكويره من العائله الكويره يقول له خصو نديروا مغزي وغتركوا العائله ديالكم وراه راه الباص ديال ولادكم وهذا البعيد ديالكم
في الرقبة ديالكم. قالوا نديروا المغرب، قالوا شو احنا هم جايين نصاركم نديروا المغرب. ايه تعيين. تعيين المراقب تعيين واستقروا. بقينا في 27 كيف صار هذه المرحلة خصوصا هذه المرحلة اللي دقيقة في تاريخ المغرب؟ هذه عين ايه خواطر لانه مش تخصصوا له المغرب. ما عنديش عندي رواية شفوية كنت نعتبر بها. هي اصلا وقت المصادر في هذاك الوقت هذا يعني اغلبها كانت شفوية. ما كانش عندنا مخصصة وخصنا بالمنطقة لا. المدن الكبرى كان عندهم ديك الشموطة الحمد لله ديال فاس الناس ديال تطوان كتزورهم مراسلات ديك الأوساط هنا دابا ولكن يمكن أستاذ يمكن أستاذ بغيت تحقق من هادشي هذا خاطر تمشي للأرشيف الإسباني لا لا واللي غيعدوا اسمع حنا كناخذوا عاد الذاكرة ديال الأستاذ حنا عاد كنحاولوا نستنطقوا ما هو موجود ما هو موجود في المخزون دابا اللي ما بغيتش نخرج من هاد من هاد من هاد من هاد النقطة هادي وما نشيروش الواحد الشخصية يعني طبعت تاريخ محلي الريجوني اللي هي الريجوني هنا ما تقولناش خواطر وإنما تقولنا انتنا دابا بحث البحوث اللي تاخده وبعد الرواية الشفوية بعد لأن الريجوني ماشي من الضحايا ديالو جدي وده الحبس واحد عمي واحد عمي مسكين دابا تزروس على محل غادي تحاول تكون يعني موضوعي الريجوني الريجوني اختلف بين الريجوني عددنا الرسول شكون واش احمد ولا خالد لا خالد هذا ولدو هنا قال احمد الكبير اللي نصب راسو امين لا احمد الرسول هو هذا قصير مولي احمد الرسولي والاصل مني مصور من الزينات تمام من الزينات هو الاصيلو كان طالب القران كان طالب القران مع زعما الطروق ارناه هو من دخل بك صغير هو عنده طموحات خصو يولي ملك قال غير لدرجه ان صحابو الطلبه لما كبروا شويه قالوا انا مثلو انا السلطان ثم الوزاره ديالي كان عنده هذا تجرب فيهم ارانا كيقولوا دابا ان المؤرخين قسم الى قسم حتى جواله منهم من ناصره ومنهم من حاربه منهم من قال مجاهد وشريف خاصنا نوقفوا معه منهم قالوا هذا ما مجاهد من هذا هذا قاطع طريق كثروا قطع طريق والسبب في الاول قال لك المقاد ديالهم جاو شي ناس من جيت مني مصاوم هجموا له على الدار ديالو وسرقوا ديك البقعه جاو وصل الخبر هو في الجامع كيقرا نسا قالوا اش كاينه قالوا قالوا زيد اسي يلا معاه كان عنده السلاح كي هذا يقال بان كان عنده علاقه ولكن غير موثقه مع واحد الجاسوس بريطاني كان مراسل ديال صحيفه التايمز اللندنيه اسمها هاريس والتر هاريس واللي كيتسماو الدار ديالو فيلا هاريس هذا كان مولاي احمد الريسوني كان خطف هذه الشخصيه هذه هو الزوجه ديالو كان دابا لا خطف القصور ديال امريكا وخطف القصور ديال قال ماشي خطف قال هذا واحد تمثيلي محكمه قال بغينا نخضروا لهذا السيس ولكن قال لك الناس اللي عصروا وشافوا كان يصيدوه ويلحقوا قال لك لان علاش ديك الشيء اللي فرضوه مثلا جات الخطر ان اي قنصل اجنبي إذا تخطفت على الغولة أن الحكومة الخزينة المغربية هي اللي كانت أدي التعويض ديالو حصانة دبلوماسية أيه قال لك افتعلوا ذلك أنه تخطف باش مع الطول في ديالو شي 50,000 جنيه شي 50,000 جنيه وقسمه هو وياه روحوا ديالو دي العباد اللي في الشدية كانت تسخل لأنه لعبوا على عبد العزيز كمسكن مغلوع على عبد هذا كان مدبر كان مفرقة على هو تفتعل بأنه هجم عليه وده معه ولكن قدر الناس كيشوفوا هو ركب على عبده وخدم كيسيدوا الحل وكيف انت في الأسر وانت معه وكان كيتهلا فيه هو حيث هو في المذكرة ديالو هاريس بزاف ديال الأمور على هاد التجربة ديالو أنا منساش أنشوف هاريس منساش كان جاسوس كان بريطانيا وكان متواصل مع جبل طاهر أن بريطانيا كانت كيهم المصير شمال المغرب اللي حسوها عمق استراتيجي شقول ثانيا أن بعض الأسلحة المتطورة كيجيبها له والتر هاريس مخبعة من بركدة من نجم تحت الناس الريسوني كان عنده سلاح بعض السلاح ديال الموجه صناعي بريطانيا ثانيا أن لما وقع صداع بينه وبين عبد الكريم الخطابي وقع هذا قلم أنا توسط بينك فيهم كيف أنت عادي وكيف قلت أنا توسط معاه هل لا منطق هو لا هو نفلو اللي فساعدك بأنه قسمه باش هو يتخلص القسم النووي
باش هو كان عنده الغرس الفلوس باش يشري السلاح، كان عنده المشروع الطموح باش يدير إمارة ديالو. أرانا شكون اللي يسقل الصحبي أنه كيلعب ديالو، واش يقول القائد العسكري ديالو اللي من طازيا كيقول له شري طازيا أحمد وذخريو، وهو اللي لقى عليه القب بعد ما تشل كان قال تعرض حتى سمو وبدات نجدير عند عبد الكفطر قائد ديالو. وبقى أحمد وذخريو كينصح مع الخطابي حاجه على داك المجاهدين ديال منطقه الجباله كاملين كانوا تابعين أحمد وذخريو، وتستسلم عند الخطابي شن تازو مشاو داو اللارينو، وحمد وذخريو بقى بوحديته كيقاوم الى ان قتل في مولي عبسي تحت راه دابا كاينه يقولوا هذه المقبره للمجاهدين. هذا ما اخذ بعينه